السلام عليكم. الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن السنجل فيس كوموتيتو ماشين. لو نفتكر كان الفيديوهات الاول يا تاني كان فيه الجنرال كوموتيتو ماشين، ديت السنجل فيس، ديت تعتبر سبيشال كيس. لو نلاحظ نفس الشكل ده، بس كان ديت الكيو كان فيه هنا ديت مساحه وديت كانت الدي، فالسبيشال اللي هو عمله ان هو شال لي الكيو بتاع الكويل كيو، للاسف الكويل دي سمول بتاعت الروتو. تاني حاجة عملها وصل لي الفيلد ده اللي هو كان اسمه دي في الجنرال كوميتيتور، وصله لي بالكيو مع بعض سيريس. تمام، طب نشوف ايه اللي هيحصل بناء على كده. ببساطة قوي لو جينا نرسم الماشين ديت عاملة ازاي، ادي الفيلد اللي اسمه ايه اللي كان مسميهولي قبل كده كيو، ناخد معلومة دي ونستنى، وادي الكويل بتاع الاف اللي كان مسميهولي قبل كده دي. طيب ناخد معلومة دي نستنى، ولا خد بالك ده اتجاه التيار اهوت وده اتجاه التيار اهوت، قال خد بالك انا هوصلهم مع بعض سيريس، معنى ان انا هوصلهم مع بعض سيريس فالاي اي هيساوي اي اف هيساوي جنرال اي. ناخد المعلومة دي برضه نستنى عليها. تمام، طيب اللي هيحصل بعد كده في شكل المعادلات، لو جينا نحسب الزد هيساوي، لو تفتكر كنا بنحط ان هو دي كيو دي كابيتال، المرة دي هحط A بدال ال Q ومفيش D وال F مكان ال D كابيتال. المعلومة ديت هنستفيد منها ايه؟ دقيقة واحدة بس، احنا عارفين الطبيعي هنا هيبقى فيه R A زائد L A B، هنا هيبقى فيه R F زائد L F B. نيجي نستفيد بقى بالمعلومة ديت. لو نفتكر كان عندنا لما ديت كانت ال Q وديت كانت الدي ونوت كان فيه الكويل بتاع الدي كابيتال، قلنا ان عندنا ميوتشوال وعندنا سبيد فولتج، كان كل واحده من دول ليها طريقه في الحسبان. ديت كنا بنقول ان بناء على الكوزاين ثيتا ما بين الاثنين كويل هنبدا نعرف في ميوتشوال ولا لا، وديت بناء على الساين ثيتا ما بين الاثنين كويل في ميوتشوال ولا لا. طيب نراجعها مع بعض عشان لحد نسيها. هنا بين الدي والدي، الدي كابيتال والدي سمول، الكوزاين ما بينهم الثيتا ما بينهم بكام؟ الثيتا ما بينهم بصفر، كوزاين صفر بواحد، فهلاقي في ميوتشوال دي دي وهلاقي في ميوتشوال دي دي. طيب هل في ميوتشوال ما بين الكيو والدي او الكيو والدي؟ قال لك الساين الثيتا ما بينهم ب 90 فالكوزاين 90 بصفر، فما فيش ميوتشوال مع الكيو دي ولا الميوتشوال بين الكيو دي كابيتال، مفيش ميوتشوال هنا. تمام، دي حاسبين منها وانا بعوض فوق. طيب في حاله السبيد كنترول، السبيد الفولت، السبيد فولتج بيقول لك هستخدم الساين. طب هنوت في الزاويه بزيرو، فساين زيرو بزيرو، فمفيش سيتا او مفيش ام ما بين الدي سمول اللي هتبقى اسمها جي، اسف مفيش جي ما بين الدي سمول والدي كابيتال مفيش، لكن في ما بين ايه وايه؟ في ما بين الكيو وما بين الدي. تمام كده؟ طيب بناء على المعلومه ديت هبدا املى الخانات عندي هنا، هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي ان هوت ما كانش فيه عندي ميوتشوال، تمام، بس هلاقي ان هوت فيه سبيد كنترول، اسف السبيد، سبيد فولتج. السبيد فولتج احنا كنا بنطلع الجزء اللي مع البيم نطلعه فوق ونسميه بدايه الايه. تمام، هنا هو قال لك لا انا هسمه لك ام كحاجه سبيشال، حاجه جنرال. طيب حاجه كمان ما ننساش، ان احنا كنا هنا في حاله الكيو كنا نحط اشاره سالب مع السبيد كنترول مع السبيد فولتج، فهنحط اشاره سالب. تمام، ديت بالنسبه للزد، ده المفروض اللي كنا بنعمله كل فيديو. طيب هل اصلا المساله بتقف على كده؟ لا، احنا كنا كل فيديو بنوصل لحد الزد وخلاص نقف. الجديد والمفروض اللي هيتطبق بعد كده ايه، والجزء ده اصلا اللي هو بدايات من بعد الميد تيرم، هبدا احسب التي اللي هي التورك. التورك ده كان اخر حاجه وقفنا فيها عند الميد تيرم، كان بيقول لك ليها قانون هو الاي ترانسبوز جي اي، ده قانون هبدا احسب منه التي اللي هي التورك. طيب بناء على ايه هبدا احسب الكلام ده؟ هنا هو انا ما عنديش غير الزد بس، هروح احسب، المفروض مضطر اروح احسب الجي اللي اسف الاي
وهشوف الجي ديت هي ايه والاي واجيب ترانسبوز وابدا اعوض في القانون احسب قيمه التي. طيب ما نيجي نجيب الاول قيمه الاي، هي مش الاي اي هتساوي، قلنا بتساوي اي، والاي اف برضه بتساوي اي عشان الاتنين متوصلين مع بعض سيريس. طب مش ده معامل واحد وده معامل واحد؟ هقدر اقول ان الاي اي والاي اف هيساوي واحد واحد في الاي. طب لو نفتكر اول حاجه خالص خدناها في المنهج، قانون بيقول لك ان الاي هيساوي سي اي داش، من هنا اهوت هطلع اقول ان السي ديت هتساوي ماتريكس واحد واحد بالطول كده فيكتور، تمام؟ طيب اروح اجيب له سي ترانسبوز هيساوي واحد واحد، اقلب رو كولوم والكولوم رو. ليه عملت الترانسبوز؟ لو نفتكر احنا كان عندنا الفي داش هيساوي سي ترانسبوز في، وكان عندنا الزد داش هيساوي سي ترانسبوز زد سي. انا هحتاج دلوقتي احسب الزد داش، تمام؟ طيب هي الزد داش هتساوي سي ترانسبوز واحد واحد، في الزد اللي انا حاسبها فوق اللي هي ال اي زائد ال اي بي، هنا زيرو سالب ام سيتا دوت، هنا ال اف زائد ال اف بي، الكلام ده هضيف واحد وواحد، تمام كده؟ طيب اختصارا للوقت، القيمة ديت الزد داش هتطلع بتساوي كام؟ هتساوي ال اي زائد ال اف زائد ال اي زائد ال اف في بي ناقص ام سيتا دوت، ده الاختصار بتاع الحسبه ديت. قال لك طيب مش الار اي والار اف متساويين مع بعض سيريس، فمجموعهم ار تي، وكذلك ال اي وال اف مجموعهم ال تي، فتسهيلا بس قال لك ان الزد داش هيساوي هي ار توتال زائد ال توتال بي ناقص ام سيتا دوت. حد كده في مشاكل؟ لا، المعادله ديت نخليها معانا عشان هنكمل عليها الفيديو الجاي، مش هنخش فيها الفيديو ده. بس نيجي نقول حته، قانون بتاع التورك بيساوي الاي ترانسبوز جي اي، الجي دي اللي هي ايه؟ اللي هي المعامل اللي مع السبيد فولتج اللي هي سالب ام. فاحنا كده هنقدر نقول ان التي هيساوي سالب ام، فاضل لنا الجزء بتاع الاي ترانسبوز والاي. خد بالك التي بتبدا تحسب لها الاي ترانسبوز والجي والاي بعد التعديل. يعني ايه بعد التعديل؟ يعني بعد الداشات، يعني هتروح تحسب الاي ديت هي اي داش ترانسبوز، والجي هتروح تحسبها من الزد داش، والاي هي اي داش، ده التي هتروح تحسبها بعد التعديلات، تمام؟ طيب فهنا الاي داش اللي هي بعد التعديل هي الايه؟ لسه حاسبينها فوق ولسه جايبينها، هي الاي. فاحنا عندنا الاي ديت بتمثل لي الاي داش، تمام؟ الاي ديت او الاي داش بتساوي اي، فالاي اعمل لها ترانسبوز هي اي، فهنا اهوت في اي وهنا اهوت في اي، فهوصل للقانون ان التي هيساوي، التي هيساوي سالب ام اي تربيع. نخلي الجزء ده معانا، يبقى ادي معادله، ادي معادله هنبدا بيهم الفيديو الجاي، تمام؟